أسميه اليوم بتسخط الناس من الناس. شفت الناس كل واحد يقول لك هذو مش عباد. شوف نتضجر من الناس كلهم ونتضجر من الزمن كله ونتضجر من أهل المسجد من أهل الحي. شوف وين يخدم الإنسان يقول لك هذو مش عباد، يخدم في شركة يقول لك هذو الناس اللي خدامين باش يملاح البيت تاعه العيلة يذمها كاملة. لماذا؟ لأنه أخلقنا ولادنا، أخلقنا ولينا كلنا نشهد على أنفسنا. هل شهادتنا على أنفسنا تكفي؟ ما تكفي، ما تكفيش. تعرف الإنسان كي يشهد على أنفسه على نفسه هذا هو اعترافك كاعتراف المجرم أمام القاضي. الإنسان المليح شكون اللي كل اعتراف تاعو هذاك يؤدي به إلى الإصلاح، كي نعترفوا باللي حنا ولا ماناش ملاح واش نديروا بعدها؟ نصلح أنفسنا، نصلح أحوالنا ونقدر بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا نقدر نغير بإذن الله، عندنا سرعة الانتقال، سرعة انتقال الكلمة، تقول كلمة هنا يسمحها واحد أخرى في بلاد آخر. كاين الخير الآن موجود والحمد لله رب العالمين، الصوت مسموع والأذان واعية والقلوب راهي مفتوحة والناس تسمع وترجع بإذن الله عز وجل. فقط لا نيأس، ما نقدرش نقولوا هذا الشعب ما يتسدمش، يبقى هكذا. لا لا يجي الخير وناس تفهم والحمد لله. دوك الناس ولا تجلس وتسمع ولو على بالك واش يديروا الناس، والله العظيم شوف تعين يسكر ويسمع ويسمع في المقطع تاع الشيخ رشيد، يسكر يسمع في المقطع تاع الشيخ رشيد حتى تشك تقول بك الشيخ رشيد يغني له في شعبي. تسمى شوف شوف الخير، خير كبير. 17 انسان جو من المخمره بفيديوهات، قال لي احنا قال لي احنا في المخمره مع ثلاثه تعليل في وقت الاصحاب، قالوا يخرجونا لي لايف والمقاطع. قال لي في 17 نفرجوا في نفس المقطع تابوا بكره الان المسجد. يعني الخير موجود الحمد لله، يعني هذا الشيء عظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والشعب هذا الامه هذه فيها خير كبير، الا اننا نفهموا روحنا برك، نصحوا الفهم، لان الفهم كي يكون غلط نقعدوا دائما نمشوا غلط ونحسوا روحنا رانا ملاح. وهاد الناس تكلم عليهم الله، قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. سما مشكل كبير، انت تحاسب روحك مدين وانت ماشي مدين، مشكل كبير. ولذلك شوف ربي سبحانه وتعالى اعطانا واحد القانون نمشيو عليه. وقبل ما ندخلوا في القانون هذا، ربي سبحانه وتعالى اعطانا ميزان في الحياه، ان الدين لازم يمشي مع بعض. الفقهاء باش يميزوا داروا المعاملات والعبادات، اللي هما المعاملات تدخل في ذلك كل من لك معه علاقه من الناس. ندخلوا المعاملات البيوع ونزيدوا ندخلوا معها ماذا؟ ندخلوا معها حتى امور الاسره ومع الجيران والاخلاق والاداب وغير ذلك. وكاين باب العبادات اللي هو فيه عموما يدور على الاركان الخمسه اللي عندنا حنايا او العبادات الاخرى اللي تابع عليها. حنا الان في العبادات التدين تاعنا في العبادات ما عندناش مشكل معها، ما عندناش مشكل يعني عموما ما عندناش مشكل، لاننا حنا رانا نصلوا، رانا يجي رمضان نصوموا ونعظموا الذكر ونحبوا نذكروا الله. وقالوا لنا تقراوا القران في رمضان مليح، فتحنا القران بدينا نقراوا فيه. يعني قالوا لنا تقوموا الليل قمنا الليل، كأننا نتبعوا واش يقولوا لنا نديروا نديروا. قالوا لنا خرجوا زكاه الفطر خرجنا زكاه الفطر، قالوا لنا خرجوا زكاه اموالكم خرجنا زكاه اموالنا، قالنا روحوا تحجوا رحنا حجينا. اذا التطبيق راه موجود تاع الدين من حيث العبادات. بصح المشكل وين؟ انه من حيث المعاملات رانا نعبد اله اخر، الهوى تاعنا. شحال من انسان راهو عايش في عالم اخر في المعاملات، عالم اخر عالم اخر. ولذلك شوف الرسول عليه الصلاه والسلام قال الصحابي قل امنت بالله ثم استقم. واش هي الاستقامه؟ كيما تحب انت ولا كيما نحب انا ولا كيما عندكم ما تربيتوا في العرف نتاعكم ولا كيما طلعت العائله ولا كيما ولفت. الدين ماشي هكذا، الاستقامه كما يريد الله سبحانه وتعالى. ربي كي امر النبي عليه الصلاه والسلام واش قال له؟ فاستقم كما امرت.
يعني ما تستقيمش انت على مزاجك انت.